جمال العسري، فاعل سياسي ونقابي وجمعوي بمدينة طنجة. جمال العسري فاعل سياسي جمعوي ونقابي داخل مدينة طنجة. حضورنا اليوم لهذه الحديقة، حديقة المندوبية، الحديقة التاريخية، هي عندها رسالتين. الرسالة الأولى هي موجهة للمسؤولين، هاد المسؤولين الذين يشنون حربا على الوطن وعلى المواطنين، يواجهون حربا على المواطنين وكنعرفوها في القوت ديالهم في ارتفاع المعيشة، وهجوم على الوطن، هجوم على الوطن وعلى تاريخ الوطن وحضارة الوطن. اليوم في إطار محاولة الدولة استغلال أبسط شيء من أجل يغنيوا جيوبهم، ما كيهمهم لا تاريخ لا حضارة لا بيئة لا حتى حاجة. اليوم في إطار السياسة ديال الهجوم على الوطن، كاين هناك مخطط للهجوم على حديقة المندوبية الثقافية، هذه الحديقة التاريخية المعروفة بضمها مجموعة ديال المآتر التاريخية، مجموعة ديال المقابر. ومن هنايا لقى محمد الخامس الخطبة ديالو المشهورة والنصب ديالو كاينة. هذه الحديقة اللي هي المتنفس الوحيد اللي كاينة أبناء المدينة طنجة، المدينة القديمة. هذه الحديقة الآن الدولة ولا المسؤولين باغين يمروها لشركة، شركة اللي اكتوى وكيكتوى بنارها المواطن الطنجاوي، شركة سوماجيك، من أجل بناء موقع باركينج ديال السيارات، باركينج ديال السيارات. وفي المقابل ما كينساو بأن هذه المنطقة هي تاريخ ديال طنجة، هي كتضم مقابر ديال القرن التاسع عشر، ديال الثامن عشر، بل أكثر من ذلك. والناس كيخدم أكيد هنايا في هذه المدينة، وهنا القلب ديال مدينة طنجة، أكيد في التحت ديالها أكيد كاينة آثار مدن أوروبية اللي كتحترم راسها داخل هذه، كيسيجوا كيبنيوا المدينة القديمة. تمشي الرومات، تمشي المارسيليات، تمشي لباري، كتلقى هذه المناطق التاريخية في طنجة، ماشي غير في طنجة، كمثال. المسؤولين ديالنا ديال المغرب، المسؤولين آخر ما يهمهم هو تاريخ الوطن، آخر ما يهمهم هو الوطن، يريدون إغراق كل شيء. حنا بهذه الحملة كنقولوا نحاول كشباب إنقاذ الوطن، إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الشباب اليوم كيقولوا كفى بسطة، حنا لا مستقبل لنا بدون تاريخ، لا مستقبل لنا بدون بيئة، لا مستقبل لنا بدون الاحترام ديال المقابر ديال التراث. الشباب اليوم خرج باش ينبه، وهي حملة ديال الشارع، ولكن كيحملوا المسؤولية كذلك لكل الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية وعلى رأسها مجلس المدينة، كيحملوا المسؤولية وكيقول لهم كفى، الله يعطيكم الستر، كفى من الجشع، كفى من الخوصصة ديال كل شيء، حتى خوصصة التاريخ. حنا كنقولوا نحن بالمرصاد ونتمناو هذه الوقفة تنجح، وهذه هي بداية ديال الحملة ماشي النهاية ديالها. وهاد الشباب هما مفتوحين على جميع الإطارات، ومفتوحين كذلك على جميع الوسائل اللي يمكن تخلي والحفاظ على التاريخ، لأن لن نسامح في تاريخنا، لن نسامح في بيئتنا، لن نسامح في قلب مدينة طنجة، لأن حتى واحد ما كيبغي القلب ديالو يتوقف عن النبض. وهذه الحديقة هي قلب مدينة طنجة، إلا وقفتوها راه كتوقفوا طنجة. وتحية